تعاني بعض المستشفيات في محافظة ذي قار من تردي الواقع الصحي، فيما تشتكي أخرى من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وهذا ما تم تسجيله في مستشفى بنت الهدى التعليمي بالناصرية المتخصص في حالات الولادة والأطفال. يعني انت تجي للعلاج، العلاج 90% هو من الصيدلية، 90% من الصيدلية. زين هذا منين يجيب؟ يكون بالنسبة لتنظيف المستشفى ماكو تنظيف، صرصر اكو صرصر احمر، خليه يجي هو نفس الوزير مال الصحة، خليه يطب له المستشفى ويشوف الصرصر اللي بيها. زين ابسط عامل بالمستشفى اللي هو خلينا نقول اجور يومي، لازم الباب ماكو الباب، تقول وزير هو مو تقول عامل واجور يومي، لازم الباب للعالم ما يخليها الطب. وتفتقر غالبية المستشفيات والمؤسسات الصحية إلى الخدمات التي يحتاجها المرضى، ما تسبب بالتوجه نحو العيادات والمستشفيات الخاصة التي تضم أجهزة حديثة، إلا أنها تفرض أجورا تفوق قدرة غالبية المرضى على توفيرها. مستشفى بنت الهدى تفتقر لأبرز الخدمات، أهمها العلاج، الكادر الطبي متميز. نطالب من خلال قناتكم دائرة الصحة ذي قار والجهات المعنية والسيد المحافظ على توفير الخدمات داخل المستشفى، تسهيلات المراجعين، كادر طبي، علاج. العلاج ما متوفر يعني بصورة كاملة داخل المستشفى، يعني أكثر العلاج جاي يعني يشترونه المرضى من الصيدليات. ويضيف ناشطون أن غياب الرقابة وسيطرة الجهات النافذة هي التي تسببت بتراجع الواقع الصحي في المحافظة، وإذا لم تكن هناك رقابة جدية من الحكومة سيتراجع القطاع الصحي أكثر فأكثر. عدم العناية، يعني مكافحة القوارض اللي منتشرة بداخل الرتات، بداخل الأماكن اللي موجودة بالمستشفى، علاجات أغلب العلاجات جاي يشتريها المواطن من الصيدليات اللي أمام المستشفى، كذلك تهالك المستشفى. يعني المستشفى بال 82 هو تم وضع أساس هنا وبنائه، لحد الآن المستشفى لم تكن هنالك إجراءات على تحسينه أو إعادة بنائه. ويشكو كثير من المواطنين من بدلات الكشف المرتفعة التي يفرضها الأطباء في عياداتهم الخاصة، علما أنهم يضطرون للجوء إليها بسبب تراجع الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.